السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا بيوم جديد ووصفة جديدة ان شاء الله بأمر الله. هنعمل ايه؟ هنعمل السمك البلطي، هنعمله مقلي. بصوا انا مرضيتش عشان الفيديو ما يطولش. بصي السمكية، بصي من جوه عاملة ازاي، والفرشة دي اهي السمكية اهي. انا غسلة السمك، بس هوري للناس اللي مش ما بتعرفش تغسل السمك قوي. بجيب السمكية واقوم فاتحاها كده ومنضفاها، الحتة دي كلها بلاقيها سودة، واللي هنا العمود ده بلاقيه محمر. بمسك الفرشة دي واقوم عاملة كده، وماسكة من هنا ودعك، والجناب من هنا ودعك، وهنا لحد ما تبقى بالطريقة دي. اهو انا عشان الفيديو ما يطولش مرضيتش اغسله من الاول معاكم، هبقى اعمله في فيديو لوحده برضك غسيل السمك. وكده اهو، اهو شطفت السمك من الخل والليمون والملح، وكده بردك ما خلص. هعمل ايه؟ هقوم رش عليه حبه خل صغيرين كده قبل الحشو بتاعه، وعصر عليه ليمونه او ليمونتين، هنا حشوة السمك ايه معايا، جزر مبشور، معايا بقدونس، معايا هريسة فلفل اخضر على احمر، وبحط عليهم نص معلقة شطة، معايا ليمونة عصورة عليها على الهريسة عشان ده الحشو من جوه، معايا التوابل ايه، معايا بهارات سمك، معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا ملح. كل ده احطه فين؟ احطه هنا كده على الهريسة، ومعايا سنة خل وكل ده اقلبه كده. كل ده خلطناه مع بعض، التوابل والخل والليمون والهريسة الفلفل. هنعمل ايه؟ نمسك السمكية كده، الجناب ومن عندي الدماغ بتاعتها كده، وامسك الظهر كده كده، واحط الحشو ايه من جوه. بعد ده احط الجزر بردك، املى الدماغ اهو، واجيب البقدونس واتك عليها. اهي من اولها لاخرها املاها بالطريقة دي كده. واعمل واحدة تاني معاكم، اقوم جايبة كده اهي، واقوم عاملة كده، والظهر بتاعتها كلها معنى الاصح كلها كده، واقوم حاطة ايه من قلبيها، قلنا الجزر، وبعد كده البقدونس. واتك عليها كده واحطها للقلي. ودي السمك خلص اهو بالحشو، اهو حشيت كله، مش خلص عمايل، لا لسه هقليه، خلصته حشو بس اهو، اهو تبلت السمك كله. هعمل ايه بقى؟ معايا دي اهو، وهحط عليه ايه بقى؟ ده هو ده اللي بيديني القرمشة للسمك. احط مع الدقيق معلقة نشا كبيرة، واحط ايه تاني؟ احط حبة ملح،
وهحط نص معلقة كركم. واقلب كله ببعضيه. يبقى حطينا مع الدقيق ايه، معلقة نشا كبيرة ونص معلقة كركم، وحطينا حبة ملح. وهنا اهو انا بعمل السمك بقليه اخر حاجة خالص. هعمل بقى الرز ابو بصل بتاع السمك زي المحلات بالظبط، كأني جايباه من بره. اهو قطعت بصلاية كبيرة، وادي الرز معايا اهو غسلاه ومصفياه، وابتدي اقلب في البصله لحد ما تحمر خالص، يبقى لونها نبيتي، ما خلاهاش ذهبي، لا نبيتي. وهو ده لون البصل اللي انا عايزاه، اهو اللون الغامق ده. كل ما بتغمقي البصله كل ما بيديكي شويه رز للسمك حكايه. وابدا اسمي بالله واحط الرز، اخلي الرزايه ازاي تبقى معايا مفلفله، تطلع زي المحلات بالظبط، ولا معجنه ولا اي حاجه. هقلب في مع البصلايه 10 دقايق بالظبط، تاني اقلب فيها. هعمل ايه بقى، ايه هي التوابل بتاعه المحلات؟ معايا قرفه، معايا كاري، معايا كركم، معايا ملح. هو ده اللي بيظبط لك الرز بتاع السمك زي المحلات بالظبط. وهنقلي السمك بردك وهنخليه زي المحلات بالظبط مع بعض اهو، واحده واحده حشينا السمك مع بعض وتبلناه. بصي لونه بقى جميل ازاي، بصي كل ما تقلبي فيه اهو مع البصلايه ومع التوابل، تيجي تغرفي تلاقي الرزايه برزايتها، ولا معجن ولا اي حاجه. اهو كده خد 10 دقايق معايا على النار، هحط الميه. اهو واسيبه يستوي بقى عقبال ما نقلي السمك مع بعض. اهو حطيت الزيت على النار عشان نقلي السمك. احنا قلنا معانا دقيق، وحطينا عليه معلقة نشا، وحطينا عليه نص معلقة كركم وحبة ملح، ده اللي بيديني القرمشة في السمك، معلقة النشا. ابتدي بقى اعمل السمكية ازاي. اقوم ماسكة الدقيق كده كده كده، واحطها في قلب الدقيق، مليها دقيق. وبعد كده بقوم منفضاها كده، وحطها في الزيت. وادي واحدة تانية اهي اهي، بحط الدقيق، بملاها دقيق، بغطيها دقيق خالص اهو. واقوم منفضاها كده، وحطها في الزيت. وادي الرز بتاعنا بيستوي، عقبال ما السمك بردك يحمر هنعمل طبق سلطه مع بعض. هنا السلطه بتاعتنا ايه، معايا جزر مبشور وحبه بقدونس، معايا قطايتين، خيارتين، بصلايه، قرن فلفل، ليمونه. اللي هحط عليه بقى ملح، شطه، حبه كمون صغيرين، حبه فلفل اسود، والشطه حسب الرغبه اللي انت عايزاه. بس دي السلطه بتاعه المحلات، الاكله النهارده كلها كانك جايباها من بره. هنحط عليها ايه كمان، هنحط معلقه خل، ما تزوديش عن معلقه، لو زودتي هتخلي السلطه بتاعتك مززه خالص. هي معلقه واحده خل. وهبدا واخرط الخيار،
واكمل انا بقى الطبق بتاع السلطه وارجع لكم تاني بعد ما يخلص. ودي السمك اهو هقلبه على الناحيه التانيه. وادي الرز كمان اهو اتشرب، هطفي عليه وهنقله على عين واطيه خالص، اصغر عين في البوتاجاز هحط عليه الرز يكمل سوا. ادي كده الرز استوى معانا اهو، بص شكله جميل ازاي، بص الرزايه، بص مفلفل ازاي، وبص الشكل تحفه ازاي. الرز بتاع السمك بيتحط عليه زيت، ما تحطيش سمنه، ورز السمك حطي عليه توابل. ادي الرز اهو، وادي السمك جاهز معانا، بص الشكل الجميل والقرمشه بتاعته، وادي طبق السلطه. وطعمها تحفة، الأكل كله ما شاء الله كأنك جايباه جاهز. الرز بتاعنا اللي بالقرفة والكاري والكركم، وادي السلطة، وادي السمك اللي تبلناه وقليناه مع بعض. لو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسينيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.